شارع المطار جاء بعد المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء فتحت بجميع عوائقها وصعوباتها، إلا أنه فتحت لأنها جاءت بمفردة ضمن البرنامج الحكومي، وشارع المطار جاء ضمن رفع الضوائق وفتح الشوارع أيضا ضمن البرنامج الحكومي. تواجدت لجنة الأمر الديواني في شارع المطار خلال هذا الأسبوع المنصرم، وباشرنا خلال 3 أيام برفع سيطرتين، سيطرة الحارثية وسيطرة أم الطبول، ووصلنا إلى عباس بن فرناس، حتى رفعنا من عباس بن فرناس حوالي 730 كتلة كونكريتية. أشرفنا على دخول المواطنين إلى صالة المطار، الدخول بتذكرة السفر وسنوية العجلة بدون مبالغ نقدية. المواطن يدخل إلى الصالة وينزل، ويرجع السائق يستلم سنويته ويغادر المطار. أشرفنا على الساعات الأولى من الفتح، المواطن وصل إلى الصالة بإنسيابية وخرج بإنسيابية وبدون معرقلات. أوعدنا المواطن أن الفتح المطار يكون تدريجيا، هذه المرحلة الأولى من 6 إلى 1 الليل مرحلة أولى، وستليها مراحل قادمة إن شاء الله. المناطق المحررة لحد علمي أن هنالك عمليات إزالة لكل المعوقات وكل القطوعات، وهنالك جهد بلدي ده يعمل سواء في الرمادي، في ديالة، في صلاح الدين، في الموصل. نحن برفع كل كتلة كونكريتية لا حاجة ولا ضرورها، ووعزنا للقيادات الأمنية في كل هذه المحافظات أن القطوعات ترفع وأن السيطرات تقلل حسب تقديراتهم الأمنية، وتبدل السيطرات بمرابطات حتى نقلل العبء عن المواطن العراقي. سنين مر الإنسان العراقي بهذه الضوائق، واليوم سترفع هذه الضوائق بتوجيه من دولة رئيس الوزراء القائد العام قائد مسلحة، وبإشراف مباشر وتوجيه من معالي وزير النقل عبد الله اللعابي. تم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية مدراء العامين والجهات سلطة الطيران والجهات المختصة في المطار بغداد، وقمنا بهذا العمل من قبل 3 أشهر بعمل دؤوب وبتكثيف اجتماعات مكثفة وميدانيا، إلى أن وصلنا وبإشراف مباشر من قبل معالي وزير النقل حول اللي ما وصلنا إليه. فالحمد لله وصلنا إلى الافتتاح التجريبي اللي هو من 6 مساء لغاية 1 ليلا، يعتبر افتتاح تجريبي للتجربة، وأما الافتتاح الكلي هو 1/10 إن شاء الله حسب توجيه دولة رئيس الوزراء، حيث عملنا بخطين متوازيين بإصدار أمر ديواني برئاسة السيد الفريق الركن محمد البياتي، وتواكبنا بخطوط متوازية وباجتماعات مكثفة حتى لا نتقاطع، وصار العمل أنه قام بحمل رفع الصبات والسيطرات، وإن شاء الله راح يلمس المواطن أو المسافر العبء الكبير اللي كان يتحمله بعناء السفر بدخول المطار بغداد، راح إن شاء الله تدريجيا يخف عليه إن شاء الله. الإجراءات تخل يعني أنت كمسافر حامل بطاقة السفر، أخوك أو صديقك يوصلك، تبرز بطاقة السفر تدخل، يذب المسافر ويرجع. توجيهات وزير النقل حول النهوض بواقع السكك، طبعا شكل ايضا لجنه برئاستنا ايضا ومهتمين بهذا الموضوع. فحاليا وصلنا لحد بيجي، وصل الخط وتم الافتتاح من قبل السيد معالي وزير النقل عبد الله اللعابي، وجادين كل الجديه للوصول الى الموصل والى ربطه بدول الجوار. الخطه جاريه حسب الموازنه الاستثماريه وتوجيه معالي الوزير لخدمه المواطن. يعني احنا ما نفكر بالارباح، يعني من توجيهاته انه لا نفكر بالارباح قدر ما نفكر بشلون نخفف العبء على المسافر او المواطن وتقديم الخدمات. اهم شيء بموضوعنا بتوجيهات السيد معالي وزير النقل كوزاره نقل انه خدمه المواطن. تم افتتاح طريق مطار بغداد الدولي، كنا قبل نتاذى من نوصل للمطار باعتبار انه هناك العديد من السيطرات التي كانت تعيق حركتنا. اليوم الحمد لله وشكر نستطيع نحن كمواطنين الوصول إلى المدرج وبسهولة. الإجراءات الدخول إن شاء الله كلها سلسة وحلوة، وإن شاء الله الكل عراقي يستطيع الوصول إلى المدرج وبسهولة.